يقول السائل: رجل عنده شلل نصفي أحرم من الميقات، وعندما وصل مكة لم يجد من يطوف به ويسعى، فخلع ملابس الإحرام منذ يومين ويريد أن يؤدي العمرة الآن، فماذا عليه؟ وهل يجوز للمعتكف أن يطوف به ويسعى؟ خلعه لملابس الإحرام خطأ، هو لا يزال محرما ولا يخرج من الإحرام إلا بأداء المناسك، فإذا وجد من يطوف به ويسعى به، هو أولا يجب عليه إعادة ملابس الإحرام، يجب عليه إعادة ملابس الإحرام لأن خلعها خطأ، عليه المبادرة بإعادة ملابس إذا وجد من يطوف به ويسعى به ولو كان معتكفا لا بأس، لأن الطواف والسعي داخل المسجد، لا حرج في ذلك. نعم.